فيه اجتمع الخير كله، خير الزمان وخير المكان وخير الحضور، خير الزمان فلأننا في شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال والطاعات إلى رب العالمين. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك شهر. هذا الموضوع الهام جدا، والذي أعده من ذاكرة تاريخ بلدتنا القاهرة، وعلى اعتقاده هذا الموضوع واختياره ولاية الشرفة الشامخة، هذه الولاية التي سجل علماء، وكنتم تسمعون بعض النبذة على علمائنا وهم كثر، كل التشكرات وأسمى دلالات وعبارات التقدير على هذه الالتفاتة الطيبة التي تحسب لكم وإليكم ولكل من حضر عن قرب أو عن بعد هذا الملتقى وهذه الندوة، والتي سوف نتناول مع بعض شخصيات وبعض الرموز التي رقت بهذه الولادة وبوطننا المفدى إلى مراتب عليا، والتي نفتخر بها نحن في الاستقلال شباب الجزائر، نفتخر بها بأي افتخار، ونرجو من الله عز وجل أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نحمل راية بكل وفاء بكل صدق وبكل إخلاص. إذن وخير ما نقتدي به هم العلماء، ومن خيار العلماء الذين يمكن أن نستشير بآرائهم في تفسير قوله تعالى: إن الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله يقول: أولو الأمر منهم، أولو الأمر هم العلماء، لأن العلماء هم الذين يوضحون الطريق الذي يجب أن تسير فيه كله. وغيرهم كثير من العلماء، يعني لا يمكن ان نحصرهم ولا ان نسيهم، ولكن نحن الان مستمعون في تذكر اثارهم والاقتداء بهم قدر المستطاع، ونرجو من الساده الحاضرين ان تكون فائده من هؤلاء الاساتذه والعلماء الذين تبرعوا بإلقاء المحاضرات، لأن علماء الكفاح